السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الصوت ما كان موجود لأنه أنا بوقف الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم، كل سنة وأنتم طيبين. دي جلسة يا إخواننا spontaneous، بمعنى إنها يعني ما حاجة مرتب لها سابقا. أنا نور عبد الرحمن أحمد أبو الله، مؤسس الباحثين السودانيين. اليوم الخميس 13 أبريل 2023، وينضم لي الآن الحبيب باشمهندس أحمد داود، اللي هو طالب الدكتوراه في مجال علوم البيانات في كوريا الجنوبية. أنا عرفت إنه في السودان معظم الناس ما عندهم أكسس للشات جي بي تي، وطبعا دي بتكون مشكلة كبيرة. لو رجعنا تاني للعهد بتاع شنو، بتاع العقوبات الأمريكية وتأثيراتها، العقوبات الاقتصادية وتأثيراتها على إمكانية وصول الناس للمعلومة وكده، فدي مشكلة احنا بالنسبة لنا في الباحثين السودانيين، او اي سوداني موجود داخل وخارج السودان وعنده امكانية بتاعة انه يكون مواكب ولا مواكب للتكنولوجيا، بتبقى في رقبتنا دي المسؤولية انه نوري الناس الجديد شنو، الحاصل شنو في الدنيا. لو ما وريناهم يكون كأننا يعني خليناهم زي يقولوا ليفت بيهايند، دي ما من الاهداف بتاعنا. اهدافنا ان كل الناس يكون عندها فرصة وإمكانية للوصول. اللايف الشكل بتاعه بسيط جدا، الأجندة بتاعته بسيطة، وبالتالي هنفتح سيشن بتاع تشات جي بي تي، وهنبدأ نسأل أسئلة وهنشوف التريكس عن استخدام تشات جي بي تي. تمام؟ أوكي يا أبو حميد فورست، نرحب بحبيبنا محمد الخاتم الرئيس سابق والمؤسس لرابطة تقنية المعلومات والاتصالات المحترفين في قطر هنا ده. زي ما قلنا اخوانا اللايف ده شنو سبونتينيوس، يعني ما حاجه اسمه شنو ده، ما حاجه مرتب لها من قبل، بس انت مرات بتكون عارف انه في حاجه كده غلط طوال بتقوم تنط فيها، ودي احنا مبادره باحثين السودان دي بنعتمد دائما على المبادره. اي زول بيقدر يعمل حاجه يعملها طوال الوقت. طيب يا اخوانا تشات جي بي تي، عشان نخش الموضوع طوالي، الناس المتابعين معانا في الفيسبوك انا خطيت الرابط بتاع الدخول، ممكن الناس اللي داخله زوم هنا ده عشان تقدر قدام طوالي تسال لو في اي سؤال ولا كده، برضه في اللايف شات ممكن تحطوه على اساس انه الناس شنو تعرف ان احنا بنعرف. يلا نبدا، بسم الله الرحمن الرحيم. التشات جي بي تي يا اخوانا هو من ومن اللانجوج فاميلي بتاعت الاي اي، تعرفوا الذكاء الاصطناعي هو يعني كل الادوات وكل الالجوريزمز وكل كل البرامج كل التقنيات اللي بتخلي الالات يكون عندها المقدره انها تسلك سلوك زي سلوك البشر، تفكر، تحلل، تتوقع، تتنبأ، تتصرف بسرعه، تعمل يعني كل الحياه بتاعت الذكاء البشري بما فيها انه تظهر ايموشنز، يعني تظهر المشاعر بتاعتها، تتعاطف وتنتظر انه يتعاطف معاها في الاحداث المختلفه. فده الذكاء، النوعيه بتاع الذكاء اللي هو اللي دارين الناس يصليوا في النهايه. الحواسيب والالات بصوره عامه عندها امكانيات افضل مننا في طبيعتها كبشر، عندها الامكانيه بتاعت التخزين اللانهائيه، ممكن تخزن لما ينهي، بعدين بتشتغل نان ستوب، تكون بعدين سريعه جدا جدا. بعدين بتتطور بصوره اكسبوننشال. فلو عندي انا مثلا ستورج، لو كانت رام ولا هارد ديسك ولا اكسترنال، لو الليله عندي 1 تيرا ممكن بكره اشتري اجيب معاه 10 تيرا ثاني احطهم جنبه. يعني احنا في الميموري بتاعتنا كبشر ما بتقدر. فمن غير مقدمات اللانجوج مودلز او الفاميلي بتاع اللانجوج مودلز اللي فيها تشات جي بي تي وفيها جوجل ترانسليت وفيها اللايف انتربريتيشن، حياتك بتكون داخله في ناس السكايب كده، دول كلهم الفاميلي دي ظهرت اللي هو تشات جي بي تي اللي هو الجنريتيف مودلز. هي عباره عن تشات بوتس او يعني روبوتات بتاع الدردشه، بتعتمد على كل الداتا سيت، تعتبر الانترنت كلها عباره عن قاعده بتاع البيانات بالنسبه لها، بتحاول تلم منها. و
الاسئله بتاعتها بتجيب لنا الاجابات بتاعتها بصوره معرفيه، يكون فيها نوع بتاع تحليل وفيها نوع بتاع استنباط. فالاساس بتاع القصه بتاع شات جي بي تي ده شنو؟ انه انا بمشي الموقع اللي اسمه اوبن اي اي، اوبن اي اي، اوبن اوبن دوت اي اي، ده هو ده الناس اللي عاملين الكنته دي كلها، فاهمينها؟ اوبن اي اي. فانا لما افتح يقول لي عليه حسابي لانه انا عندي حساب ولا دي. لكن للزول اللي ما نايم ممكن الناس في السودان برضه يستخدموا الفي بي ان وتوصل للناس. عندهم فاميلي بتاعت برامج من ضمنها تشات جي بي تي، ده واحد من البرامج بتاعتهم الطارحينهم. تشات جي بي تي فيه جزء اللي هو المجاني وفيه جزء بقروش. انا عامل اشتراك بقروش عديل، وطبعا هو بيعتبر برضه يعتبر اسيستنت، يعني ممكن يساعدك في اداء كميه بتاعت حاجات. وهسه هنضرب امثله وممكن انت نفسكم تولدوا اسئله هنا ده ونجاوبه ونشوف كيف هتعمل. انا كل الشات بتاعتي قبل كده الاسئله اللي سالتها عليه مسحتها تحضير اللايف ده. في الديفولت بتاعه اللي هو الحاجه الماتيورد بتاع شات جي بي تي اللي هو 3.5، تمام؟ لكن وده كل الاجابات اللي بيجاوبها لك ال 3.5 بيعتمد على الداتا سيت لحد دي سنه 2021، يعني ما بيقدر يجاوب لك عن اجابات لحاجه حصلت سنه 2022، يعني كاس العالم هو ما عنده عنه خبر، ما عارف. تسال سؤال عن كاس العالم ممكن نزعله مثلا، وورلد كاب 2022، الا لو في ناس عملوا له ابديت. ده سؤال طيب عن الاجابه بتاعته، يقول لنا شنو؟ يقول لنا والله كاس العالم الفيفا 2022 ما حيكون في قطر، حيكون في قطر سنه 2000 في نوفمبر 21، عارفين لحد 18 كده. طبعا الكلام تتغير لانه بقى من نوفمبر 20 نزلوه هنا يوم، عشان كده بنلاقي حاجه. لكن في تشات جي بي تي اللي هو 4 رقم 4، ما بنحمسح الشات ده، الله على السلامة. ما دايره؟ عامل نيو شات. بقول له انا داير شنو؟ شات جي بي تي 4. ده الفيرجن المور بروجريسيف. طبعا اخوانا الذكاء الاصطناعي داير بيانات كثيرة، فهو بيعتمد على شنو؟ على كل الويكيبيديا، على كل الانترنت، على كل السوشيال ميديا اللي ممكن اكسسبل بالنسبة له، بيجمع منها معلومات. بيديك الحاجة بشكل بتاع ارتكل. واجابات بيكون فيها كثير جدا من الذكاء والتحليل. وانا حوريكم الحياه القدر المعرفه، في حاجات كثيره ما بعرفها، واتمنى انه الناس اللي عارفين يطلعوا لايفات في الباحثين السودانيين ويوروا الناس. الكلام ده مهم جدا لان المسؤوليه بتاعتنا تضامنيه مع بعض. انا حاسال راسي من الباحثين السودانيين دي اللي هي المجموعه اللي احنا قاعدين فيها الان، اللي هي السودانيز ريسيرشرز. السودانيز ريسيرشرز انيشيتيف، عشان برضه ما يقوم يتكلم ليه عنه. طبعا برضه من الحياة الظريفه انه هو ممكن يقترح لك، يعني لو اديته الحاجه هو بيقدر يفهمها، السيمانتكس بتاعت الكلام بيقدر يفهمها ويجاوب لك. يعني مبادره الباحثين السودانيين شنو؟ فهو بيجاوب لك كده. دي السرعة يا اخوانا بتاعت الإجابات بتاعت ال نجيك من أسهل بيتكلمون عن الباحثين السودانيين. دي المبادرة هي عبارة عن منصة افتراضية أو organization افتراضية بتروج للبحث والابتكار والتعاون بين الباحثين والمهندسين والعلماء السودانيين والأكاديميين، وبتحاول توفر منصة بتاع التشبيك للناس. ودي الاهداف بتاعتها، انه والله احنا دايرين ياسسوا شبكه بتاع باحثين واكاديميين وكده الى اخره. ده الكلام ده سي دي اجابه من شات جي بي تي 4، بتكون مختلفه من شات جي بي تي. هنا نحن يلا ممكن نعدل له، ممكن نقول له يا اخي السوداني ريسيرشر هنا ده، نقول له يا اخي انه والله ممكن نسال سؤال، وين واز ذا استابلشمنت؟ then establish. انا بسال بالانجليزي اخونا، لكن بعد شوي حيسال بالعربي.
يقول هايبوثيتيكال يعني افتراضيه ما موجوده زي نقوم نتونس معاه ولو السودانيز ريسيرشرز ريسيرشرز انيشيتيف not a hypo hypothetical organization it's a real one founded in 28th of December 2009 on Facebook تمام عشان اللي هو اللينك بتاع البعثين السودانيين ده اساس شنو يا اخوان احنا بنغذيه قاعدين نغذيه بالمعلومات على اساس انه المره الجايه لما يسالوه يقدر يجاوب الاجابات دي Here's the link It has become the Sudanese Researchers Foundation in 2015, and here's the website. شوف انا قاعد يعني بشيل منه لكن بديه برضه، ده الكلام ده مهم ليه؟ لانه بنلقى معلومات مغلوطه، بيتعلم من وين؟ بيتعلم بانه الناس بتديه، الحاجه دي تكون ببلش في حته ما وتغذيه انت بالمعلومات، ده الموقع بتاع السودانيز ريسيرشرز. تمام؟ لو يا اخي والله اذا عندها ويب سايت هنا ده انجلش 1 انجلش and there is an Arabic one ويب سايت العربي يلا انا هسه هديه المعلومات دي انا ام فيدينج هيم هو بيعتذر شوف اخوان اللي كان زول بيتونس معاك يعني يقول لك انا بعتذر والله يا اخي معلش معلش على الارتباك بتاعي في الاجابه السابقه شكرا لك على انك اديتني المعلومات الصحيحه فاسي بدا يعيد كتابه المقال ثاني شوف ده نوع بتاع انتليجنس يعني ده ذكاء دي آلة تتعامل معانا يا اخواننا عبارة عن algorithms خوارزميات و line of code وكده تمام بس يشوف بدأ يستغل المقال انه والله بعد الباحثين السودانيين هي عبارة عن organization حقيقية نفس استخدم نفس الحاجة اللي حطيتها لون ده اتأسست في 28 ديسمبر 2009 او فيسبوك وهدفها هو ترويج للبحوث والابتكار والتعاون بين الباحثين السودانيين كده فعمل لي صياغه ممتازه تمام شو الكلام ده كيف قدام الويب سايت بتاعك فده مقال هسه نحطه احنا في شنو؟ نحطه في ده نموذج يصير الحاجه ممكن تحصل لايف شات هنا ده نموذج للريسبونس بتاع الذكاء الاصطناعي تمام تابعين معنا شباب عملوا لايك شير اي حاجه المهم عشان الزول يقدر يشوف انا فتحت لك بس الريسبونس بتاعه ده عشان تعرف دي واحده من الحاجات اللي اتولدت لسه حاليا طوال يعني اوكي رحب بالناس اللي ما بيتم عمليه التغذيه فيه لا بيتم عمليه التغذيه فيه اول بيتم عمليه التغذيه زي الجوجل ترانسليت كل ما كان دي اللانجوج موديل لكن ما بيتم تدريب بها الموديل هلا ما بيحصل تريننج لكن بتتاخد ديتا في الفيوتشر في الفيرجن الجاي
هاي تتخطى يعني في غزه كان هاي هو بس ما بيستعملها بيشيلها ويرجع عليك ثاني. اللي بيشيله ده منك بيتخزن في حته ما. ايوه انا ارسلت نعم لك حاجه في الواتساب ممكن تعرضها عن ده الديت طوال، سيت انت في ممكن تفتح وعرض من عندك يعني. لكن انا بس داير اوري انه اخوانا ده جزء الانجليزي ده نموذج بسيط. هيا بتعمل لي نيو شات هنا ده تمام، بنحدد له الفيرجن طبعا ده اخوانا مدفوع شات جي بي تي مدفوع. اقول له يا اخي مثلا مؤسسة الباحثين السودانيين ده بالعربي شايفين انتم معانا الشاشة شايف. منظمة غير ربحية تهدف إلى دعم وتعزيز البحث العلمي التكنولوجيا في السودان. شوف الكلام ده كان في زول مسؤول من عمله يعني، زول شغال سكرتير شغال كاتب شغال المهم إداري، ده زول كان مهم يعمل الكلام ده. بس تشات بوت اسمه تشات جي بي تي ولا غيره من التشات بوت هم كتار جدا، يقول لي يا أخي اسمع اكتب لي مقال عن مؤسسة الباحثين السودانيين. في زول صحفي يقول لي بس ترسل له بس كده الحاجه تديه العنوان بتاعك وبيقعد يكتب. لكن حوريكم الحلاوه وين، لسه بعد شويه بتسخن شويه بس حاجه عاديه واسئله تريفيال تمام. الموديل 4 ده شويه بطيء ابطا من 3.5 اخوانا. برضو انا اذكر انه انا بتكلم عن استخدام ما انه شغال كيف ولا الالجوريزم بتاعه شنو، يعني ما بتكلم عن الساينتفك بارت منه، بتكلم عن استخدامه. بس اي زول في الباحثين السودانيين ممكن يستخدمه، اي زول في غير الباحثين السودانيين ممكن يستخدمه. شايفين هنا بيعتذر لنا بوشن على الرغم من اني لا املك معلومات محدده بعد سبتمبر 21 الا انه يمكن البحث عن احدث المعلومات والمبادرات المتعلقه بمؤسسه الباحثين السودانيين من خلال موقعها الالكتروني او وسائل التواصل الاجتماعي تمام. وهنا ده خلص. يلا الجمال في تشات جي بي تي او الانظمه الشات بوت بتاعت الذكاء الاصطناعي انه ممكن نعمل فولو اب يعني يكون متذكر الاجابه اللي فاتت، وانا بناء عليها ممكن اطرح له حاجه اضافيه. اقول له يعني اذكر مثلا مراجعا للاجابه على قال لا يمكنه توفير مراجع محددة للإجابة، لكن ده تقريبا شات جي بي تي 3.5 يا دكتور. بس انت هو ده عملت اللي بيه فور 4 4 هاي طبعا ممكن في اي لحظه نوقف الجنريشن لانه انت اثناء ما شغال بيولد نوقف. يا دكتور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا هلا. طيب كده خليه يجرب هل بيقدر يربط الاجابه ما بين اللغه العربيه الحاسه شغاله دي بسؤالك باللغه الانجليزيه قبل 5 دقائق. ما دي بالنسبه له مرجع حسي حاليا. اقترح قول لي اقول له شنو بالضبط. انت قبل شويه اديته تغذيه بالنسبه للويب سايت باللغه لكن الانجليزيه ما في الشات دي. واللغه العربيه. بس معلش مقاطعه، كان في الشات الثانيه يا دكتور، اذا ما هاي رجعت في نفس الشات اللي ما هي بيكون في. لا دي ما تريد براحه، ده موضوع براحه وده موضوع براحه يعني. اي نو ذات اي نو، بس انا كنت داير اشوف هل هو بيقدر يربط العمليه مع بعضها. يا اخوانا دقائق، الناس اللي دخل الشات الناس الفاميليار في الشات جي بي تي ما دار نتغلط هنا. احدى ريزور ما عارف اي حاجه يعرف بس البتاع ده بيشتغل كيف، بعدين نيجي نجرب الحاجات السوفيستيكيتد دي يعني نختبر ذكائه وكده وبتاع. كل الناس اللي مستخدمينه قبل كده
ممكن تساعده بشنو يختار اسئله وبتاع، لكن اي حاجه يكون فيها تريكس ولا بتاع هنعمل كونفيوجن للناس اللي ما شافوه ما قلقوا اول مره يشوفوا اسئله، ماذا نعمل لهم انتباه؟ تمام؟ طيب انت مجالك شنو يا ياسر؟ سلام دكتور، كيفك؟ الحمد لله. مجالك شنو يا مؤمن؟ كان بيتكلم هسه قبل شويه منه مؤمن، مجالك شنو؟ مؤمن شريف، اي تي، اي تي ونتورك. اوكي طيب، ده اللي زول مجاله ما اي تي ونتورك، اي مجال ثاني؟ انا كيميكال انجينيرنج مثلا، ماثيماتيكال بتاعها. اوكي كيميكال انجينيرنج، قول لي اي موضوع في الكيميكال انجينيرنج بالعربي، نفتش عنه بالعربي ولا بالانجليزي؟ بالعربي او الانجليزي؟ طيب بالعربي، بالعربي دارين حاجه بالعربي يعني حاجه شنو؟ يكون في زول لسه طالب مثلا بتاع كيمياء، هندسه كيميائيه، ممكن يكون محتاج في موضوع ده يفتش عنه شنو مثلا اي حاجه. هذا المواضيع اللي شايفها تريلينج كروشال جدا، اللي هو الطاقه المتجدده وعلاقات السيرمو دايناميك في الكيمياء مثلا، سيرمو دايناميك. تمام، اكتب مقالا للجنايه، اكتب مقالا مع ايراد المراجع على شكل اي بي اي عن قلنا شنو؟ الطاقة المتجددة، المتجددة أيوة. وعلاقتها ب شنو؟ الثيرموداينامكس. بالعربي شنو الثيرموداينامكس؟ والمايزات ومصطلحات الديناميكا الحرارية. الديناميكا الحرارية بالضبط، ديناميكا الحرارية. تمام؟ تمام، يلا خلينا نستمتع. جالس انا زول ما بعرف اي حاجه عن الثيرموداينامكس ولا الطاقه المتجدده ولا بتاع، جالس هو يعمل لنا مقال. فانا عامل شير البدايه ده خلوا الناس يصلوا اساسا يقدر الناس كلها تستفيد يعني. ده الهدف بتاع القصه دي، ما دارين زول يكون برا. ايوه يا عايده، عايده جاتنا داخله ودي في الفيسبوك سالت عن الميكلر بيولوجي، بتسال عن هل المعلومات دي هل ممكن يستخدموها كليتريتشر ريفيو؟ بقول لك يس نعم. ما ناسي سالت السؤال ده، طلبت مراجع برضه. هنشوف هل المراجع اللي شايفين السي او بيكتب لي المراجع في الصيغه بتاعت اي بي اي يعني عمل شنو؟ جاكوبسون 2009. هنجي نشوف بعدين هل حيدينا جاكوبسون 2009 ده في الحته دي ما ولا لا. تمام؟ هنشوف شغال بيقول لك في المقال. لذيذ انه بعض المرات بديك احساس كانه غلط في الكتاب في الاملاء، يقوم بيرجع يصلح ويرجع تاني. عندي جانب كده لذيذ يعني، بديك احساس كانه بشر يعني. طبعا يا دكتور التخوف منه بيجا ناس يعني حاولوا تطمس الوجود حقه، انه زي اللي بيحدد الوجود والكيان بتاعها يعني كمؤسسات كده. فالحاجة دي غريبة شديد من الناس، وقلت على الداف ما بخاف من العلم يعني. لا لا، هو طبعا اي تكنولوجي ولا اي حاجة جديدة في التاريخ البشرية، جاليليو ده مش كان ناس الكنيسة قتلوه ولا حرقوه ولا اسمه؟ ايوه اي اسمه الان تورينج، ده كان برضه على سبيل حد ما انتحر كده. تمام، هو عين بيجي فينا ده تحصل يعني، هو عنده عدد محدد من الكلمات كده. كنت بقول لها واصل واصل يا دول واصل متعنا. القانون الثاء هنا ده طوالي آني واصل في القصة. الحاجة الوحيدة اللي بيعملها لكم مجال القراية بتاعت الـ IT يا شباب، إنه بخليكم تجرب، بخليكم ما تخافوا من التجربة يعني. اي حاجه من هنا نلقاها بنمشي نعمل حساب فيها ونجربها وكذا وبتاع،
عكس الكلام ده بالملاحظه يعني، عكس المجالات الثانيه. واحد يكون عشان يعمل له حساب في موقع جديد ولا ابلكيشن جديد بيكون متردد 1000 مره. اوكي؟ والله يا دكتور قلت حاجه جميله، نعمل حساب. احنا في السودان واجهين مشكله كبيره جدا طبعا. هي في مشكله، ما في مشكله كبيره. في مشكله، ما في مشكله كبيره. يعني مشكلة. طيب الامكانيه بتاعت الوصول ممكنه. لا بقول لك ممنوعه في البلد حقك. فنحن مضطر نستخدم حسابات اصحابنا نزول من برا كده مربوط بالرقم اكثر الشركات دي. ما خلاص طالما في طريقه في امكانيه انك بواسطه زول ثاني زول رابع خامس ما في مشكله. بس ما اعرف للناس انه في حاجه زي دي، يمكن الناس تحاول تخش الليله تواجه الحاجه دي في السودان تحديدا. هاي الناس استخدم يعني زول البرة ممكن يعمل لكم حساب ويديكم له الناس يستخدموا يدفع عليكم قروش كمان يعني 20 دولار في الشهر. دي بالنسبة لزول قاعد برة ودار يعمل زي ما بيقولوا علم ينتفع به ما 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 حيفيد يعني. يعني بشوف بس المقال ده، ده مقال كامل ومكمل ومجمل وصليب جدا وبتاع. بعد ده طبعا انت والاستاذ ولا الجهة اللي بتكتب لها ولا المجلة ولا كده عشان عارفوا انك انت سرقتها ولا ما سرقتها معتمد على شات جي. طبعا في كلام كثير جدا في البحث العلمي والاخلاقيات البحث العلمي شنو ممكن يعتبر يعني سرقه وما يعتبر سرقه والى اخره. قصدي كلام جديد عن انه انك بس تشير في البحث بتاعك بانه والله البحث تم اعداده بمساعده شات جي بي تي ولا اي نوع بتاع لانجوج موديل مستخدم. اوكي؟ وانا اشوف الزول ده مواصل في بحثه يعني. الكلام ده قبل 100 سنة لو عملت كده كان ممكن يقول شنو؟ زلت معاه جني ولا بتاع. احنا قاعدين في العصر ده هسه. ده المقال زي ما قال الكتاب، ده الملخص بتاعه، ده العنوان ملخص مقدمة. ده هنا ده التحليل بذكر الأمثلة والتطبيقات بتاعته. دي التحديات والفائدة. طبعا هو وقف هنا نقول له واصل برضه. لما يصل ال... تمام؟ دي الخاتمه بتاعته. دي كده حدينا المراجع وده البحث العلمي. ما اكثر من كده يعني. ما في شيء. فيبقى شنو؟ ممكن نتحايل عليهم، ممكن في حاجات كثيره تحصل. بس احنا وري انه اخواننا احنا وصلنا مرحله بتاعت زمان الحياه بتتعامل في ثلاثه واربعه وخمس سنوات، بس بتتعامل في نص ساعه، في 10 دقائق، في 5 دقائق. فنحن محتاجين يعني ريفيزيت الكونسبتس بتاعتنا عن ما هو العلم وما هو البحث وكيف انه بيحصل والاساليب والمناهج وغيره وغيره. اللايف ده الهدف منه بس الاساس اساسيات الاستخدام. تعمل حساب، الحساب ده بتخش لو كان مجاني، المجاني عنده يعني عنده ليميتيشنز محدده. مثلا في ناس كتار جدا داخلين في وقت ما هو مجاني. هنا بدا المراجع. المراجع يا اخواننا انا حددت لي والطريقه بتاعت المراجع دايره تكون كيف. الكتاب تعتقد برضه الكتاب في مجله مراجع مضبوطه زي ما قال الكتاب يعني. خدم الناس اند نوت والشباب والدينايدر يكون عندهم مشكله. شايف الناس حيطلعوا برا البيزنس. دكتور الصادق دي تعال ولا هذا ممكن تشوفه كده يعني تجيب لك لما تقول الرب ما بيجي يا دكتور. هاي لا من ناحيه يقول لك ما عارف ما بتحصل هو لا لو واصل ده واصل لك ما في ممكن طبعا كمان تعمل حياه زي شنو؟ يقول لك انا داير مثلا من مراجع محدده
ولا من مدرسة فكرية محددة كده؟ عباس، عباس رسلتها في الواتساب. شكرا. رسلتها وين يا عباس؟ يا عباس ارسل لنا الرقم بتاعك على الواتساب ده، اختلف يعني. بعد ما ارسل لي رقم الواتساب اللي هو ده اللي انا ارسل لك. تمام؟ ولا لو انت كمان عندك طريقه انك تعرض من عندك هناك تكون احسن. تمام، دقائق بس، دقائق دقائق يا دكتور. جدا جدا جدا. ان شاء الله اكون اللايف لحد الان مفيد بالنسبه لكم، ما اكون ضايع لكم سوا. ده لسه مدور. في اضافه بسيطه يا دكتور، اذا انت مثلا في التعريف كتبت تعريف وعملت لي اعاده توليد ريجنريشن بيجيب لك تعريف ثاني، فدي ميزه يعني. انت ممكن أيوة تقول له واصل، ممكن تعمل اعاده توليد لنفس التعريف يجيب لك باكتر من مدرسه او اكتر أيوة. من اكتر من كتاب، فدي بتديك ميزه ثانيه. ايوه ملخص مثلا كده. ايوه في النهايه قبل ما هنا بيديك ممكن عمليه بتاعت ريجنريشن لو لاحظت لها عند لا تحيد ريجنريشن ريسبونس، دي من خلالها ممكن يعمل لك نفس الكلام بس بيعيد لك توجيهه المستقبل يعني. مثلا لو لاحظت نفس البداية لكن ما نفس المحتوى. ايوه كلام جميل جدا. احمد داود اخوانا قاعد يسالكم في ما هناك لكم. طيب الميكرو بيولوجي، عايده سالت من الميكرو بيولوجي، انا شفت السؤال بتاعها في يومين، هي دخلت معانا تسوق هناك. على العموم يكون عامل لنا ديمونستريشن لعايده. عايده ممكن تديني اسم اي حاجه في بيكلر بارك، اي حاجه نزاله. عايده ممكن تفتح الصوت او في الشات هنا. السلام عليكم دكتور انور والشباب. عليكم السلام ورحمه الله. يا هلا ومرحبا، تصوم وتفطر على خير. الله يخليك يا رب، ان شاء الله جميعا. بس اسال لي how to detection ملاريا باراسايت جي ميوتيشن. دقيقة كده. How to detection جي ميوتيشن ملاريا باراسايت جي ميوتيشن. جين جين ميوتيشن. جين ميوتيشن. حلو تمام. بس ايوه هذا سؤال سهل. لا هي السؤال ده طيب مور سبيسيفيك ممكن نحدد الجين مثلا اتش ار بي 2 دي واحد من الجينات. هاو تو ديتكت ملاريا باراسايت اللي هو اتش ار بي 2. بي خفيفه ولا ثقيله؟ بي خفيفه. بي 2 جين ديليشن. جين ديليشن. يا ديليشن. هاو ونقول له بعد ذاك is there any new techniques to detect compare it with the past test. سؤال بعقد لك ايه؟ past test available methods. الكلام ده كيف؟ very good. دقائق دي كمان هنا زياده. Put the comparison very soon in a table format.
provide the references. In what? In what? Table, table, اعمل لي اللي هنا. Table, table. Table. The references in ABA format. الكلام ده كيف؟ اي والله ما قصرت يا دكتور. هي في البداية اداك تنبيه انه معلوماتي لحد 2021 لحد 21. انا قبل سالت، انا حتى قبل سالت هل يعني الليتريتشر اللي انا بشيله منه بتكون ساينتفك يعني ممكن اعتمد عليه؟ عين 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 ده يعمل لنا في التيبل ده التيبل الميثود والسرعه بتاعتها والسنسيتيفيتي والسبيسيفيتي والكومبلكسيتي والريفرنس بتاعه وين؟ يا جاهز فل. اها فل رايك شنو بالبلدة؟ فل فل فل. وانت اذا متخصص ممكن تراجع مثل الكاتبه دي. اكيد طبعا، لانه اصلا دي يعني زي الكيو بي سي ار دي اصلا احنا اللي شغالين بها الريال تايم بي سي ار. ما شاء الله. اللهم زيد وبارك. هاي لا هي لانجويج بودز يعني مشت مشي شديد، لكن ده ما معناه انه في يعني بس هي المشي. الاي اي هسه حاليا الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي ده عنده تطبيقات مشت مشي كبير جدا 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 في حتات كثيره. يلا بس كيفيه الاستخدام دي اللايف ده عن الموضوع ده أعرف كيف استخدمه بصوره كويسه. يعني هسه انا كان عشان اصل للتيبل ده الاسئله اللي يقول على اسئله مباشره انه كيف القى مثلا الملاريا باراسايت جين ديليشن كيف القى؟ ده سؤال. بعدين دايرين نعرف هل في تكنيكس جديده، والتكنيكس الجديده دي مقارنه باسرع تكنيك او منهجيه موجوده حاليا. يلا خدت لي الكلام ده بشكل كومبيرجن، المقارنه دي بتوضح لي الموضوع كله مش كده؟ أكيد أكيد أيوه. يا محدد هي ذاته نقاط المقارنة حتى يا دكتور، حتى الكرايتيريا بتاعت الكومبارزون مثلا السنسيتيفيتي الاسبيسيفيتي اند سو اون بتكون أيوه أيوه. تعرف حاجة هسه ما عارف تمام متخصص، لكن هو قام وراني الحتات أصلا بتقارن بين وين. هي صح هي صح، يعني أنا لما نجي أعمل الكومبارزون بتوين تو تيست هي دي الكرايتيريا اللي بنبني عليها سنسيتيفيتي الاسبيسيفيتي الاكيورسي كده. بس لك الإجابة دي بالخاص ولا كيف؟ يا ريت يا ريت يا دكتور. بعد احنا في السودان يعني نفسي شغال في السودان هنا؟ انا ما جربت. عباس قال عندي طريقه بتاع الوصول للناس في السودان. يا ريت تسعفونا. يعمل لها شير اس دي على اساس انه الناس تسعفونا بيها يا ريت. طيب عباس انا بتذكر في واحد كان عباس قال الناس تفتح الفي بي ان اول. ايوه. انا هعمل لها شير هنا ده. يا ريت. الاساس انه الازل يتسربت اللي قدام. انا كمان سالت لكم الاجابه بتاع العباس ذاته. عباس قال كده. قال اول شيء تفتح التطبيق بتاع الفي بي ان. شايفين انتوا الاجابه دي افانا بتاع عباس؟ تابعين معايا يا شباب؟ شايفين الشاشة انتوا؟ ظاهرة يا دكتور. ايوه ايوه واضحة. جميل جدا. وش ياهو؟ ياهو بس خلاص. طبعا اخونا الناصر بيكون فيهم بلدان وفيها كتمات، السودان، اليمن، ما اعرف سوريا بتاع. يقول الناس ما عندها طريقه غير شنو؟ غير تتحايل كده. ايه الاجابه دي اخونا من السيد عباس الخير. انا حقوم واحط لكم هنا ده في الشات بتاع هنا ده زوم. ناس اشيلها هنا. وبعدين ادوها للناس الثانيه. تمام؟
انا ما حكونتها في فيسبوك عشان ما تقوم تحضر لنا حسابنا. طيب نرجع تاني للتشات جي بي تي. اي زول من مجال تاني صفاء برضو قالت لكم دكتوره صفاء من الكليب بتاع حسين السودانيين يا استاذ الصيدله سمعت خطهم قلت لكم لو عندك زول برا السودان تكتب ويرسل لك الكود عنده في التشغيل ممكن برضو. شكرا لك يا صفاء. المهم يا شباب انتوا عارفين كويس انه والله لا عقوبات لا بتاع ما وقفت الناس عن متابعه العلم بيوقفك الكسل بتاعك بيوقفك عدم طموحك بيوقفك غيره. احنا في السودان ده ما عندنا امكانيات لكن الناس بتسك العلم تطلع بره وبتنافس وبتشتغل باحسن انتاج كده وبتاع. يعني عدم الامكانيات ما وقف السودانيين في اي يوم من الايام عن متابعه العلم. هسه في الباحثين السودانيين عندنا نماذج لناس والله من حتات تعبانه جدا ما في اي امكانيات وعملوا نجحوا وطاروا السما. في ناس ثانيين قاعدين والله بالامكانيات اللي شفتوا ما ناقصهم اي شيء ما قاعد يعملوا حاجه. عارفين كويس الكلام ده كلهم متفقين عليه. طيب انا بس عشان ما احنا عشان ما تندي حقوم ارسل لك البتاع دي يا دكتوره. أرسل لك بس سؤال سؤال. طبعا التيبل ده ما حقدر اشيله لك كده الا احطه وين؟ احطه لك في وورد ولا حاجه. لكن يعني المهم يا اخواننا انه نعرف كيفيه الاستخدام، ما في اجابه نموذجيه. كيفيه الاستخدام دي تخلينا شنو؟ نقدر نولي اجابات واجابات 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 بصوره لا نهايه. يا دكتور لو اديت مثال مثلا احمد انت تتصرف طوالي. لا دايك تكتب حاجة لازم هنا عندك. أوكي. طيب دقيقة خليني أرسل للزول دي لدكتور عايدة. أوكي. أساس إنه نطلع نقول من دكتور عايدة هرسل لك الملف في الزوم كويس؟ أيوة تسلم ما قصرت خلاص خير تمام. دي ليه بس لما يجيكي حاضر. دكتورة صايا ياك يا دكتورة. أيوة سانكس الله يخليك. يلا شكرا. في أحمد في ناس واقفين في اللي أيوة سوري انا كنت بس جبت اللايف كنت عملت في الباحثين السودانيين بيتكلم عن تشات جي بي تي سبيسيفيك تكنيكالز انه أيوة. اي داتا سيت بيدعمها هنا ارسلت الرابط هنا وفي الكومنتات في الفيسبوك أيوة. الناس اللي عندها انترست من ناحيه التكنيكال يعني كيف يشتغل أي. انا والله ما عندي قضيه لا للناس اللي انترست الناس صحيح ده كلامك صحيح مليون في المية. طبعا اول زول اخذت التقطت الغفاز وقدمته للناس الباحثين السودانيين تشكر على الكلام ده تقول الرياضة بتاعتك ان شاء الله عليك. يلا دكتور عاوزك تزال مثلا الناس اللي بيكون عندهم خوف مثلا كيف انه مثلا مثلا في المسد بتاع اي مسد من الفوق دي اكتب مثلا اقول لك اكتب لي كود عنه عشان ده لو الزول ما متخصص ممكن يستفيد منه في الكود. أيوة. كيف مثلا لو زول يعني مثلا
داير تكتب كود عن شنو بالضبط؟ اي مثل من فوق دي مثلا اول واحد بي سي ار دي البي اذا سي عندها ار اي كود، مثلا كود باستخدام يعني البايثون تكنيكال كور. ايوه انتوا او بتستخدموا شنو تبرمج. اللغه بتاعت البرمجه يا دكتور عايده؟ ايوه لغه البرمجه اللي بيستخدموها شنو؟ نحن البايثون. بايثون. ايوه طيب اقول له رايت بايثون كود تو اكسبريس ده الدول هنايدي كوانتيتيف بي سي ار cannot perform actual PCR can be used in simulate PCR process. A simple Python code. Read the page course of PCR verification for given DNA sequence. بفحص كده. حتى في كومنتات بتشرح الكود، يعني ما كود ايوه بس. ايوه صحيح. يعني أي خطوة في تفصيل الخطوة دي ليش شنو؟ وبنصح دائما ما تنسخ تعمل كوبي بيست منه، أعمل كوبي من الفوق في كوبي كود. أي هنا ده كوبي كود. تعمل كوبي من هنا. أيوة. إيه ده؟ كل التفاصيل بتاعته. إيه ده؟ DNA sequence ATGA. هنا بديك examples. انت عارف يا دكتور حلو جدا، لانه اصلا عندنا الكورس بتاع البايو انفورماتيك بيربط لنا بين الاثنين، بين البايثون والهنا البايو انفورماتيك. ممكن تتكلم لنا بسيط كده في موجز عن البايو انفورماتيك دي استخدامك فيها دكتوره؟ ايوه جدا. البايو انفورماتيك طبعا ريليتد بين الـ بين الاي تي في الـ ومع الـ مع الـ مع البيولوجي تحديدا، يعني مثلا التكنيك الادفانس تكنيك الاس اللي معظمها شغاله بيكون ريليتد بين السيل بيولوجي والبروسيسز اللي بتحصل في السيلز جوه بيولوجيكال، وممكن يعمل لها كوميكس بالبايو انفورماتيك. يعني واحدة مثلا زي البايثون، وفي التكنيك اللي هي نفس التكنيك اللي ممكن اعمله انفيفو او انفيترو في اللابس، ممكن يتعمل لي انسيليكو. انسيليكو ده اللي هي واحدة من البرانش بتاعت البايو انفورماتيك، بيستفيد منها دائما في الجهة بتاعت الفاكسينز ولا الدراج ديسكفري. يعني انا ممكن اتخيل المود بتاع الدراج ده لما احقنه في بيشن ولا احقنه من الانيمال بتاع اكسبيرمنتال انيمال، ممكن احقن الدرج واشوف اراقبه انه حيمشي لي كيف المود اوف اكشن بتاع الدرج مثلا في السيل في البيولوجي. بنفس الريلي بنفس المود ممكن يتعامل انسيليكو. دي الحته اللي ريليتد بتاع هو المين كونسبت بتاعت البايو انفورماتيك. الناس شغالين عبرت شديد وشغاله في الجانب بتاع الدراج ديسكفر بتاع الدراج. هسه ابراهيم دكتور ابراهيم موسى شغال في الدراج ديسكفري في استخدام الاي اي، وهو مين؟ متخرج معانا. ابراهيم دكتور ابراهيم موسى ده معانا في الباحثين السودانيين من الشباب المؤسسين يعني، وقاعد في كوريا الجنوبيه. هسه انا رسلت لك الملف رسلته لك مره ثانيه دكتور عايده، وفيه الكود بتاع بايثون ده. يا سلام تمام. مشكور كثير والله يا دكاتره. طيب احنا دايرين مجالات ثانيه عشان نوري انه البتاع ده ما خاص بالحياه الساينتفك ولا كده. مثلا دار لي زول من العلوم الاجتماعيه، في زول من اداب ولا من اقتصاد ولا من اي حاجه. انا صراحه الليله لما جيت فتحته كنت دار اسال سؤال، ده الحقيقه كان في راسي. انا كنت اقول لا خليهم من السياسه، الله يحرق يوم السياسه، خلوني يعني نوري الناس اللي ما عارفين طلابنا وناسنا ما ممكن يستفيدوا من الكلام ده. السؤال بتاعي كان عن الحرب، يعني في اسئله خاصه بتاع الحرب، وانا شايف انك كسكس بتاع زمن هذا الدعم السريع والجيش كده، والناس اصلا ناس فارغه وسلطويين، كل زول داير السلطه يستاسر بها لنفسه كده. فلو قامت حرب ما حتكون حرب والله عشان الناس تخش الجنه ولا لا، عشان القران ولا حبيبتي واحد منهم يكون قاعد في الكرسي. الكلام ده تنبع بيه الحاج وراك، قال يا اخوانا عملوا الانقلاب، قفلوا المين وعملوا الاعتصام الموز وكده، فاسئله كثيره اسئله للانقلاب.
الراسين ديل الانقلابيين ما بيطلعوا، لازم واحد بس يطلع. هنا حيجي الطاقه شوي. سونر اور ليتر حيحصل. فدي حرب زي ما يقولوا السودانيين ما عندهم لا ناقه ولا جمل فيها، لكن بكل اسف انها حرب بين اللوردات دون حروب، حيخلوا البلد مكشوفه عادي. ممكن تجي مصر ولا اثيوبيا ولا اي دوله من الدول تجي تستعمر، كانوا المتحده تعمل تفرض علينا بصاي عشان شنو؟ عشان والله طموح بتاعت نفرين يعني، الاثنين كده ما بيسوى اي حاجه تقدير انا الشخصي. كنت ارسل تشات جي بي تي اقول له يا اخي اسمع، تقديرك بتقوم حرب في السودان؟ ولو قامت حرب مين اللي حينتصر فيهم؟ ده كان السؤال بتاعي. وممكن نزلوا لو ما عندكم مانع، وما في زول عنده سؤال جدي ثاني. اذا طبعا غير بعد سؤالك ممكن نستفيد منه مثلا الاسئله في الباحثين السودانيين، نفتح بوست في الباحثين السودانيين شوف واحد من الاسئله اللي سالوه نشيل الكوبي نحطها هنا طوال شوف الريزلت بتاعه. طوال اسئله وفي اسئله وفي سؤال طوال ورينا لك موضوع السياسه غير وجع القلب ما بيجيب لنا حاجه. عندنا سؤال ممكن ترجع الخاص سؤال اس رايت مات لاب كود تو ابلود مالتي كلاس داتا سيت 10 فايل انتو ورك سبيس بري بروسيسر يوزنج in EG in EGLAB. تمام ياسر نو يوم مساعدك حبيبي انا ده السؤال بتاع ياسر يا اخوان شايفينه رايت ماتلاب كود كده ياسر ان شاء الله ما يكون ده هوم وورك ولا حاجه نقول انه مساعدك على الغش بعدين برضه حنقوم نسالكم نحن لكم يا شباب رايكم شنو؟ بس انت لو كنتوا اساس ولا كنتوا مدراء جامعات ولا بتاع هل ولا كنتوا مدراء عن شركه ولا مدير بتاع لاب ولا اي حاجه هل بتكون دار موظفينك عنده امكانيه بتاع حاجه زي دي ولا لا؟ الكلام ده مهم جدا ها؟ اكيد لكن بعد شوية لو قام جاد أي لو الناس اعتمد عليهم اعتماد مفرط بيقوا ما عارفين يعملوا أي حاجة ثانية في البيت. لا في الحتة دي الصف بالذات طيب وين الباوندرز وين الخطوط ما بين الممكن والماضي؟ أنا بفكر الباوندر يكون إنه يعني تطرح محاضرات في الموضوع ده يكون في توعية بالجوانب الكويسة بالحياة كل الناس ما تكون يعني كل إدامة الأولى هو أول طريقة في الحياة. أنا الزر ما بقدر أضبطه حتى الخصوص العظيم في القرآن قبل العلماء سمعت عليه محافظة فأنا ما بقدر أتابعه اتباع لصيف كده حتى لو انطلعت تطبيقات زي الشات جي بي تي زيرو بتكشف إن الحاجة مكتوبة بالشات جي بي تي ولا لا لكن بقدر أعمل أويرنس أنا أفتكر الحاجة دي. طيب الأسئلة دي اللي جابت الطالبة دي أحمد عن الشهادات الاحترافية Certified Electrical Safety Compliance Professional Certified Energy Manager Certified Power Quality Professional أنا ممكن أجاوب لها رغم أنه أنا ما في المجال ولا حسأل لها شات جي بي تي رغم أنه ممكن نسأل أنت كطالبة ممكن تمتحن أي امتحان أي امتحان يلا في امتحانات بتكون محتاجة مثلا عدد ساعات بتاعت شغل زي الامتحان مثلا بتاع شنو ده امتحان البي ام بي اللي هو البروفيشنال البروجكت مانجر مانجمنت بروفيشنال اي ده انت ده تكون والله يا اخي انا عندي شهاده بتاعت مانجمنت بروفيشنال لازم تكون عملتي مانجمنت قبل كده اشتغلتي في حاجه عندك اورز حتى قبل الاورز ما عندك فبتقدر تقولي والله يا اخي انا ممكن اكون مانجمنت بروفيشنال لكن في امتحانات بتكون بتاعت جوده بتكون بتاعت يعني ميثودولوجي ولا بتاع دي زول ممكن يمتحن في اي لحظه في اللحظه فالسؤال ده بتاع انه هل ممكن انا امتحن الشهادات دي وانا طالب انا بقول لك هاي ممكن تمتحن الكود ما واضح الكود ما هو بس اداك الخطوات يا ياسر قال لك انه والله وش انت لازم تعمل امبورت اللايبريز وبعدين تعمل لود الداتا سيت قاعده وين هي تمام الباث 2 كده بعد ذاك تعمل بري بروسيس للداتا دي اهم طريقه بتاعت الاي اي بصوره عامه
الديتا لازم يحصل لها سبليت، واحده بتاع تريننج والثانيه بتاع فاليديشن، بعدين بتجهزها عشان انه تخش في الاي جي لاب تيك لاب ولا شيء. ده الكود بعدها اللود بتاعها لما دخلتها هنا لا كده انت عملت تريننج للتيك لاب موديل المالتي كار. الان ممكن تستخدم هو الكوماند في الماتلاب انه ده ترين نت موديل بتاعك اللي انت هتستخدمه على اساس انه تعمل بريدكشن للايفالويشن المستقبليه. لو جبت اي حاجه ثانيه اي انبوت هو هيقوم يوريك انه والله الانبوت ده وضعه شنو يعني كثير قليل كتاب. انت يا ياسر قاعد وين؟ بتاع المايك ياسر كبره ولا شو كان بس داير الحل بتاع الهوم ورك وكبره ولا طيب شباب في اي زول عنده سؤال من اي مجال ثاني ولا كده؟ احنا بس بنعمل دومستريشن يا اخواننا نوري بس الامكانيات الحياه التولز اللي بتوفر للباحثين بس حاليا ات اور ديسبوزل وممكن نستخدمها وكيف انه الاجابات بتاعتها معياريه وبتاع بس الناس تستخدمها يعني ما تجي الويب وتجي مره في الناس وتمشي والزول ما يكون عارف الحاصل شنو في الدنيا تمام. ثاني حاجه احنا بنحرص على انه يا شباب رجاء ما تقاوموا التكنولوجي يعني التكنولوجي لما تجيكم ما تقول والله ما داري تمام. في ناس قالوا ما قاعدين اخش الزوم الغالب ما عملتوا ابديت الزوم شوف الابلكيشن في الموبايل بتاعك ولا كده اعمل له ابديت. ايوه عائشه بتقول انه في نسخه مجانيه في التليجرام لكن على الوسيله محدوده. صحيح الكلام ده صحيح والله يا دكتور في ما محدوده شديد انا مستخدم مجانيه. اي انت لما تكون يا احمد داير يعني المفروض يكون تمتع نفسك صفاء قالت هذا السؤال السياسي ده ما بنزل السؤال السياسي هنزل السؤال السياسي هسه لايف هل يمكن ان تقوم حرب ما بين القوات المسلحه والدعم السريع والدعم السريع في حالة قيام الحرب من سينتصر؟ ما هي الأضرار المتوقعة؟ أورد المراجع عشان ما تجيب لنا كل كلام جايب لنا كلام بتاع حيزان ولا كلام بتاع غيره. يا زول ده كله هو ادانا استثنائي اجابه كده زي ما بيقولوا شنو. طيب ويل نزل بالانجليزي طبعا ده بيكون عندهم زي ما بيقولوا كده كويس. ويل السيفل وور بين ذا ميليتري اند ذا رابيد forces in Sudan happen if it happens who might win what are the expected damage. طبعا provide references تمام. دي واحده نحن بعد ذاك ممكن يعني نسال اسئله ثانيه انا اوريكم القصه بتاعت التحليلات دي ممكن تمشي كيف. طب الريفرنس جايب شنو؟ جايب لنا من البي بي سي وجايب من الموقع بتاع الحرة وما أعرف شنو. إعلامي يعني. ده دي حاجة هنا ده بتاعت الكونجرس.
ما فيش اجابه كمان صح. طيب ممكن نقول له شنو؟ نقول له compare between the readiness of the اسمها شنو هي؟ القوات المسلحة الجناية بتاع اسمها ساف ولا شنو؟ the military and the rapid for forces. Put your answer table. A table. ناس زي اللي بيحبوا مقارنات دي كتير. ما شاء الله. دي الفاكس الحجم والله الميليتري كبير الدعم السريع صغير الكومبوزيشن يعني التشكيل بتاعه ذاته تراديشنال ارمي with different branches يعني consists of militias ميليشيات يعني التريننج ده والله ماخذ تدريب عادي ده ماخذ بعض التدريب لكن هنا ده بيعتمد على الخبره بس التجهيزات العسكريه قال والله يا اخي كويس يعني الجيش مجهز هنا ده الاكتمال بتاعته اقل يعني اقل واقل حداثه طبعا هنا الكلام ده ما اعتقد انه صحيح الفندنج ده دعم منه الحكومه والدعم السريع مدعوم في الاجندات الاجنبيه تمام اوتسايد انترست اللي هي المصالح الخارجيه الليدر شيب هنا ده لحد الشات جي بي تي عارف مصادر خارجيه اي طبعا ما هنا ده الميليتري اللي هو الجنرالات الكبار في الجيش يعني رئاسه الاركان كده ناس في السياده وغيره ده هنا ده والله سايبو حميتي معروف از حميتي نون از الرول الدور بتاعه maintaining national defense and security ده هنا often deployed in conflict or crisis area يعني ده الدعم السريع بس الحته يكون فيها مشكله ولا بتاع افترض انه يمشي الدعم السريع يتدخل هي بس ده بس حاجه شايفه تمام where suggest areas of conflict between the two bodies what might be a deal breaker between the two شنو الحاجة اللي ممكن بس أدور لسه الجار الحاجة دي بزوغ منها عادي ربعنا الأولويات بتاعتها والأجندات بتاعتها مختلفة فده ممكن يسوق ل disagreements conflicts between the two bodies يعني الدعم السريع هو ممكن يجيب المشكله ده البناء بتاع التشات ممكن برضه يكون في يعني التشكيلات والتمويلات بتاعت الجهتين تسوق للتنشنز الصراعات والاختلافات اي potential deal breakers يعني اي حاجه اي صراع ممكن يعمل حرب ولا بتاع في الغالب قال يكون مرتبط في الموضوعات ذات الصله في التحكم في الباور السلطه والتحكم والمانجمنت اوف ناشونال سكيورتي اند ديفنس من اللي بيتحكم في الجيش والامن والدفاع في دي الحاجات هاي له دبلوماسي يا صفاء شات جي بي تي تقدر تكتب لكن عامة له ده الحاصل الصراع بينه شات جي بي تي ولا اي زول في حقيقه في الف بعد السياسه لكن الصراع ده صراع بتاع السلطه لا علاقه لنا فيه ولا جنب جنرالين متعطشين للسلطه ولو دمر السودان ده كله الله المستعان طيب يا شباب في اي سؤال ثاني ولا اي حاجه
دي كانت لمحه سريعه قبل اللايف، ما معدل ايه وسلفا عن استخدام الشات جي بي تي. واحمد داود زي ما اخذت لكم هنا ده قبل كده عمل له لايف عن كيف الشات جي بي تي بيشتغل وكده من ناحيه تكنيكال، حاجه جميله منه كتر خيره. لو في سؤال ولا حاجه اقتراح يا اخواننا موضوع ممكن نحطه. كتر اللايفات يا دكتور. لا يا اخي الله المستعان، بس يعني ما في بطن بارده والله يا اخي، مقبولين يا مقبولين بس كده. خلينا قلت لنا حاجه يا اخواننا مثلا عن تاريخ السودان، ممكن نسال سؤال عن تاريخ السودان. تاريخ السودان اقول له يا اخي ما من هو اسوء قائد سياسي في السودان على مر التاريخ؟ دبلوماسي لكن هو اشار لنميري والبشير طبعا. قال لك حكم الرئيس السابق جعفر نميري مشهور بالفساد والانتهاكات لحقوق الانسان. حكم عمر البشير المدعوم بالقوه العسكريه قد شهد انتهاكات وحروب داخليه والاعدام والحريات الاساسيه. هناك ايضا قاده اخرون شهدت حكمهم ممارسات مشابهه. طيب بالاخر تبي عليك الله نحصل عليك بس. من هو من الاسوء بين لأن التاريخ يشهد على كل واحد منهم. طيب نقول لهم من الأسوأ؟ كله مقارنة يا دكتور، مقارنة بجدول. من الأسوأ؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. ممكن تشوف لنا سيناريو بتاع الحركات برضه يا دكتور؟ اللي هو شنو؟ قول لهم شنو؟ والله يا سياسيين. قول لهم شنو؟ جبنا بيلو. الحركات يعني المشهد السياسي اللي حصل. ما شنو؟ ادينا سؤال نزاله له عشان ادينا اجابه. يعني في حاله نشوف صراع بين الدعم السريع والمؤسسه العسكريه او الجيش. الموقف بتاع الحركات المسلحه بيكون شنو؟ هل انا ممكن اقوله لك من غير شات جي بي تي؟ ده الشغل بتاع التحليلات السياسيه اللي هنا ده شباب. ممكن تقعدوا يعني تقولوا تستمتعوا فيه. استمتعوا وتمتعوا نفسكم. نحن اللايف بصراحه يعني طبعا المقصود به الموضوع بتاع الاستخدام العلمي كيف ممكن تستخدموه ويفيدكم. يجيب لكم مراجع يوريكم المقالات بصوره مختلفه، حتى الزول ممكن يتدرب منه يا اخوان. لانه هو كلانجوج موديل متدرب تدريب كويس جدا على انه يكتب. فنحن قد نكون الكتابه دي ما عندنا فيها امكانيه كويسه. ممكن نتعلم منه، يعني نجيب المقال اللي كتبه لنا هو، نحاول نكتب مقال بتاعنا نحن، يعني بدل ما هو يخليني انا كسلان، انا اخليه يخليني نشيط، بدنا نكتب مقال ثاني يشبه المقال ده، لكن ما فيه الكلام اللي قاله هو. بحيث تساعدني على انه انا شنو؟ لانه انا انجح الامور يعني. تمام؟ ممكن نسال في الرياضه ان هم ابرز الرياضيين السودانيين في كل المجالات ما قبل وبعد اتصال، لانه بالمناسبه معظم الرياضيين المعلمين مشوا بعد لبنان اتصال جنوب السودان. عارفين مثلا الوالدين، الوالدين ده كان بيلعب في شيكاغو بولز لحد 2011 بدايته كان سوداني، بعد 2011 بقى جنوب سوداني، واسيو رئيس الاتحاد بتاع السله هناك. تقريبات دي دخلوا في موقع بارد جدا يعني. ممكن تسال الله الله جاب لنا عصام الحضري كشنو؟ كرياضه سوداني هذا كلام ده؟ السودان ما يعتبر واحد افضل في مصر. وإيش صار الحضري مولود في السودان بالله؟ أول مرة أعرفه عنه. والله معلومة جديدة يعني.
هاي والله بارك وهبه. هي طبعا المشكلة يا دكتور الداتا سيت بتاعت السودانيين محدودة يعني مرفوعة اونلاين. تاخد تاكد لهم المعلومات دي، المعلومات اللي بيجيبها لان انا ما بعرف. وكان عبد الرحمن كاكي وين جوزيف بوستر تابع بعد الجواب هو محمد علي كلاي ده مش سوداني لا لا يا اخوانا لك بدينا مشينا الكابس بعيد خلاص ها اسمها الزراعة الطويل يا زلمه انت كابس من بعيد دي زي بتاع التشات حقتنا ياسر الكود ده مديناك ليه كم مره تيجي بس انك انت ما تطلع يا دكتور ما تطلع لو طلعت بكفيل ياسر ما شفت البدايه ده كحل عيونك منه لانه ما حرسل ده انا الرياضيين يا شباب الرياضيين كاس انا منهم وين؟ شوف شوف القاده السياسيين كانت جوا لو لاحظت دكتور كل مره بتيجي جامعه واحد ابدا اعرفه يا اخوانا لا والله المسؤولية كم ده؟ 72 أول سوداني يحصل على ميدالية في الأولمبياد ميونخ 72 إسماعيل أحمد إسماعيل لاعب كرة القدم الشهير الذي لعب في الشقوق نادي الهلال وانتقب كذا وحصل على لقب خداب الدوري الثاني التامر رابح محمد نور لاعب كرة في عدة أندية حصل على أفضل لاعب دولي في قطر 2012 ما هذا كلام أي نشري موسى تعرفه لاعب رياضي سوداني في رياضة جود يقول من نساء سوداني تشارك والله في أرضهم ترى كانوا دكتور مرة ببرع ويتجنس بألقاب ثانية يمكن أو بجنسيات أخرى يا دكتور عمر الجنريشن بيجيك لي أسماء ثانية يعني هاي لا لا هي بيجيب ده للأسف إحنا كسودانيين ذاتنا ما عارفين الناس اللي بيلعبوا في الرياضات المختلفة احنا ما لانه الناس متركزين على هلال المريخ لكن الرياضات الثانية الفردية دي انا زمان كان عندي رأي شخصي يعني انه الرياضات الجماعية احنا ما ناجحين فيها لانه في حياتنا اصلا ما قاعدين ما متعودين على التعاون فالناس تقول تشجع الرياضات الجماعية بس جري هاي فردية بس هذا السؤال بقول له الجواب انا ممكن ارجع للشمال كل إجابة طبعا ما ممكن لكن نسأل الحياة التنمية والاستدامة والاستدامة والسياسة والاجتماعية ده لو حصل لنا في السودان بس كفانا ما دايرين اي كفانا لو حصل لجنوب السودان براهم كفانا ما دايرين اي كفانا يا اخوانا كده السيشن بتاعتنا يعني انتهت الله يديكم الصحة والعافية ترخيركم جزيلا ان شاء الله ربنا يجعل لنا علم ينتفع به يوم لا ينفع مال ولا بنون وان شاء الله من عشر لاخر يا اخوانا ما تنسونا من الدعاء اكتب لنا من الدعاء رب يديكم الصحة والعافية ويوفقكم جميعا فكان لايف كده سريع عن استخدام شات جي بي تي له لأغراض البحث والتعليم وغيره شكرا لكم جميعا على حضوركم هنا ده واحد سعيد بكم ما سامع ما سامع
رجع بس الدرايف بس ليه الكود؟ لانه انا جبت الكود فطلعت عني طلعت منو بيتكلم بس انا واجد. ده ياسر ال كان عاوز الكود قال لي ياسر شكله مزدوق في هناك هوم ورك. والله